30,000 متر مربع جمعت مطاعم عالمية ومحلية وأسرا منتجة في مهرجان للمأكولات بمدينة جدة السعودية بهدف دعم السياحة والتعريف بالعلامات التجارية المحلية في مجال الضيافة. هذا المهرجان تعالوا كل مطاعم جدة، كل المشاريع الشبابية الصغيرة كلها متجمعة في مكان واحد، من 100 إلى 130 بوث تقريبا مجمع كل مطاعم جدة كلها في مكان واحد. كلنا سعوديين، في إقبال على الفكرة هذه، الناس يحسوا بالثقة، يحسوا بالثقة من ناحية المنتج اللي بنقدمه ومن ناحية التعامل، وإن شاء الله هذا اللي حنستمر عليه بإذن الله. في المهرجان قصص نجاح عديدة سجلها شباب طموح من خلال إيمانهم بأن المشاريع الكبيرة تبدأ بأفكار صغيرة، وأن تجاوز الخجل يجعل من المهندسين والأطباء طهاة بامتياز. نحب نطبخ بنفسنا، فإحنا دائما في البيت نطبخ كده بنفسنا، فقررنا نسوي مشروع بسيط كده نطبخ الحلا ونقدمه للناس. أطباق عربية وعالمية قدمتها أياد سعودية لاقت استحسان الزوار، في تأكيد على أن الكوادر الوطنية قادرة على تقديم الأفضل حينما تتاح لهم الفرص وتفتح الأبواب المغلقة. أحب الطعام السعودي وقد تذوقت منه في المهرجان هنا، بالإضافة إلى المطاعم العالمية وهي لذيذة. أتوقع من الجيد أن يكون لدى سكان جدة فرصة لتذوق الأطعمة المختلفة في مثل هذا المهرجان. يذكر أن حجم الاستثمارات في قطاع المطاعم خلال أعوام مضت تجاوز 6 مليارات ريال بمدينة جدة، وأن الإقبال في هذا المجال يشهد نموا سنويا يفوق 10% ويزداد في مواسم المهرجانات. من جدة، سعود الخلف، العربية.